نيجي لبرج العذراء. برج العذراء الفترة اللي فاتت كانت عنده مش حلوة، السنين اللي فاتت الفترة دي الدنيا ابتدت تتغير عندهم. عندهم اوريدي الفترة اللي فاتت دي في كتير غيروا بيت، وفي كتير غيروا عربية، وفي كتير غيروا شغل. الفترة اللي جاية عندهم حلوة جدا، عندهم طلوع، عندهم شهرة، عندهم صعود. برج العذراء في حاجة هيعملها هتشهره. برج العذراء في حاجة هيعملها هتخليه نجمه يلمع جدا 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 جدا. طيب سامي معلش، هي انت بتقولي تغيير عتبه، البيت او شغل صح او عربيه، العتبه دي بتاعت البيت يعني ينقل من بيت لبيت، ولا حتى لو في جواز يبقى هو راح بيت دي عتبه جديده؟ او يعني دي عتبه جديده تعد يعني سواء هيتجوز او سواء الاهل غيروا البيت. اوكي، سواء كده او كده دي تغيير عتبه. اوكي، نيجي لبرج ال طب معلش يا سامي معلش دلوقتي اللي متجوز في برج الاسد هيغير عتبه البيت برضو؟ يعني هيتجوز واحده تانية او هي هتتجوز واحد راجل تاني؟ راجل ولا ست؟ سواء راجل او ست احنا بنتكلم. طب خلينا نتكلم عن الراجل مثلا. راجل الاسد هيشتري عتبه جديده، ممكن عربيه جديد مثلا، ممكن هيشتري عربيه جديده، هيجيب شقه تانية جديده، شغل ربنا يكرمه، عتبه جديده. برج الاسد السنه دي الرجاله والبنات عندهم هيجمعوا اكتر من ثلاث اماكن شغل. ايوه بس اللي متجوز هيفضل متجوز، ما لهاش علاقه. هو لازم تغيير العتبه يبقى هيتجوز ولا هو عايز يتجوز؟ لا احنا بنتكلم على حسب، هي تلاكي عايز تلاكي دي حاجه ثانيه. اوكي دي تكريم مش مشكله.